أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة. 4 أعوام أخرجت اليمنيين من التاريخ، انقلاب قلب حياتهم رأسا على عقب، فيما كان اليمنيون يتأهبون للانتقال إلى الصيغة التي أجمعوا عليها لتحقيق مطالبهم السياسية والاجتماعية. جاء انقلاب ميليشيا الحوثي لينقل البلد إلى حالة أخرى، حرب وجوع وميليشيا تملأ الأفق. أطلقها الانقلاب، وليس بوسع الانقلابين التقديم شيء آخر غير ذلك. ولم تكتفي ميليشيا الحوثي بتدمير حاضر اليمن حيث رمتها تحت خط الفقر والمجاعة، بل عملت على تلغيم المستقبل بتفخيخ المناهج الدراسية وزراعة الأميال من الأراضي اليمنية بمئات الآلاف من الألغام. ضرب الانقلاب قلب الاقتصاد، فتدهورت العملة وارتفعت الأسعار وانقطعت المرتبات وانعدمت فرص العمل، وتحولت البلاد بأكملها إلى سوق سوداء، وجند الأطفال فيما شرد الآلاف منهم وتم حرمانهم من التعليم. عن كيف أثر انقلاب ميليشيا الحوثي على حياة اليمنيين سيكون موضوع حلقة هذا الأسبوع من برنامج المنصة، لكن قبل البدء باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم في الموضوع نتابع تقرير التالي والذي أعده الزميل عمر نهيم. 4 سنوات منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة وتفجير الفضاء العام ودخول البلد نفقا مظلما لم ترى النور. سنوات امتلأت خلالها سجون صنعاء والحديدة وذمار بالمعتقلين والمعذبين، واضطر خلالها أكثر من 3 ملايين يمني للنزوح داخل وخارج البلاد. لم تكتفي ميليشيا الحوثي باجتياح المدن الرئيسة، بل وصلت إلى أقصى الريف ومناطق الهامش، وفجرت حربها الظالمة ليتطال كل منطقة ومنزل وقلب. كان لافتا مسلسل التدمير الذي انتهجته ميليشيا الحوثي منذ سيطرتها على الدولة وحربها الانتقامية ضد معارضيها، بدءا من القتل إلى الإخفاء القسري وحتى تفجير منازلهم، كما جندت عشرات الآلاف من الأطفال في صفوفها بحسب تقارير حكومية. وعلى إثر هذه الحرب نزف اليمنيون من دمهم وقوتهم كثيرا، وباتت إمكانية الحياة لدى شريحة واسعة من الفقراء والمنسيين مرهونة بأوراق الشجر بعد أن فقدوا قدرة الوصول إلى الغذاء، وعجزت المنظمات الإنسانية عن الوصول إليهم. يتساءل العالم كيف يعيش ملايين اليمنيين المكتئبين في جوف الحرب والحصار والجوع والأوبئة، وكيف تقتات آلاف الأسر بالرغم من استحالة معرفتها بوجبتها القادمة كما تقول التقارير الدولية. وهنا في الداخل تجيب الوجوه وهي تعبر خطوط الاشتباك اليومية، وخطواتها تحيد عن مسارات الدم والخراب. لقد قضت ميليشيا الحوثي على كل شيء، وتسببت في قطع رواتب الناس وانعدام فرص العمل وتحويل البلد إلى مقبرة جماعية. حتى العملة الوطنية انهارت أمام الدولار، وباتت الحياة متورطة بسعر الصرف. بحسب منظمات حقوقية وإنسانية عالمية، فقد تجاوزت نسبة الفقر في البلاد 80%. كما تسببت حرب الحوثيين في إلقاء البلد في جحيمها بانقطاع الكهرباء وانتشار السوق السوداء للمشتقات النفطية، حتى وصل سعر لتر البترول إلى 500 ريال. المدارس هي أيضا طالتها حرب ميليشيا الحوثي وقصف التحالف، حيث أغلقت قرابة 3500 مدرسة بسبب التدمير الذي طالها، ومثلها أيضا أغلقت مئات المستشفيات وانهارت المنظومة الصحية بشكل تام بالتزامن مع تفشي أوبئة قاتلة كالكوليرا وحمى الضنك والدفتيريا. إذن كان هذا التقرير حول موضوع هذه الحلقة من برنامج المنصة، تأثيرات انقلاب ميليشيا الحوثي على حياة اليمنيين ومنظور كل واحد منكم لهذه التأثيرات. بإمكانكم المشاركة والتواصل معنا من خلال أرقام الهاتف الظاهرة في الشاشة. لدينا اتصال من الولايات المتحدة، الأخ عبد ربه وازع. أهلا بك أخ عبد ربه في البداية. أهلا وسهلا، مساء الخير لك أخي الكريم وللأخوة المشاهدين جميعا. طيب عبد الرب، من وجهة نظرك كيف أثر انقلاب ميليشيا الحوثي على حياة اليمنيين ونحن اليوم في الذكرى الرابعة لهذا الانقلاب، هذا اليوم الأسود ربما في حياة اليمنيين؟ أخي الكريم، هذا يوم أسود، يوم نكبة بكل ما تعنيها الكلمة من دلالاتها، ونتاج طبيعي لميليشيا تحمل معها إرث من الكهنوت والظلام والتخلف، وليس من المنطق أن يتوقع الآخرون أن تأتي هذه الميليشيا بالجديد والأفضل عن ما سبق أو ما قرأنا عنه على الأقل في كتب التاريخ وما
عن أهل اليمنيين على أيديهم في السابق. الميليشيا يعني لم ما حدث بالضبط في 21 سبتمبر ليس ولد اللحظة ولا جاءت بظروف مواتية وليس كما يحمل البعض تسميته انقلاب، هو أبعد من ذلك وأعمق وأكبر من أن نسميه بمجرد انقلاب. هو نتاج لتخطيط استمر لسنوات أعد له بإتقان باستعادة هذه الميليشيا. بين قوسين الميليشيا الحوثية هي مجرد جناح عسكري فقط لامتداد حكم سلالي كهنوتي استمر لألف سنة مئات السنين واليمنيون يحاولوا الخلاص منه. حتى لا نبعد كثيرا عن بضبط الموضوع ما حصل وما عقب هذا التاريخ من 21 سبتمبر يوم النكبة 2014 هو جزء بسيط من ملف متكامل يحمل بطياته الجهل، الفقر، التخلف، المرض، العنصرية، السلالية، كل مساوئ العالم يمكن أن تجدها داخل هذه الميليشيا. اليمنيين أمام اختبار حقيقي ومرحلة حرجة وفاصلة، أما أن يستعيدوا زمام أمورهم ويحاولوا بكل الطرق أن يستعيدوا زمام المبادرة واستعادة الحياة السياسية واستعادة الحكم ومؤسسات الدولة من بين براثن هذه العصابات، أو يعدوا أنفسهم لسنين طويلة من التجهيل، من الفقر، من المرض، من الاستعداد لكل ما يحمل من دلالات وتوصيف. طيب عبد الرب، باعتقادك ما هي أهم العوامل التي ساعدت ميليشيا الحوثي على إنجاز هذا الانقلاب؟ ما هي أهم إيش؟ العوامل. عوامل كثيرة ومن الصعب اختصارها، ولكن لا أخفيك إنه ما سبق 21 سبتمبر الوضع السياسي المترهل في اليمن والمضطرب وقتها، وتجاعس النخب السياسية عن دورها السياسي وعن تشخيص هذه الحركة الميليشياوية. ومن ضمن العوامل هو التماهي مع حركة أيديولوجية دينية رجعية في تفاوض، وهم يعرفوا مسبقا أن سقف هذه الحركة، السقف السياسي لها أنا خيرا منكم، يعني أنه مهما تفاوض مع هذه الحركة وأي تفاوض أو حلول سياسية لا تودي إلى تسليم اليمن واليمنيين وأمرهم لهذه الحركة السلالية، فإنها يعني لا تعنيهم بالمطلق. فالاضطراب السياسي والأحداث التي سبقت كان لها دور، أما كيف استطاعت الحركة يعني بسط نفوذها والسيطرة على مؤسسات الدولة، فهذا كان نتاج عمل لسنوات طويلة، يعني استمر من أعقاب 1900 وتقريبا بالضبط 68 اشتغلوا يعني عليها في كل الأصعدة، تسللوا داخل مؤسسات الدولة، تسللوا داخل الأحزاب، المجتمع المدني. وما كان 21 سبتمبر إلا إسدال الستار لعهد وحقبة جديدة، ولكن اليمنيين أصبحوا أذكى من أن يستغتنوا. اليوم الشريحة كبيرة من المجتمع، من الشباب، من الأكاديميين، من حتى على مستوى الفري، الناس أصبح عندهم فكر وأصبحوا يعني يمتلكوا من الفكر والثقافة التي تجعلهم يسخروا من دعوة هذه الحركة وهذا الميليشيا والخطاب الديني المترهل لها والاستطاع الإلهي والولاية إلى آخرها. لكن حتى الآن أفوت نقطة مهمة هنا، أنه كيف أسقطت الدولة في 21 سبتمبر؟ كيف أسقطت مؤسسات الدولة؟ يعني تصوير أنه ميليشيا مسلحة جاءت من داخل صعدة وعلى حين غرة وتفاوضات وأحداث واستولوا على السلطة في خلال 24 ساعة، هذا الشيء يعني صعب تقبله. لا
لكن لو بحثنا فيما وراء انه 21 سبتمبر وهذه المجموعه التي جاءت من بعده هي كانت إذان للانقلاب داخل مؤسسات الدوله، داخل المؤسسات العسكريه، المؤسسات الحكومه. فنحن هنا نتكلم عن في خلال بعد 21 سبتمبر، بعد وصول المسلحين الميليشيا الى داخل العاصمه صنعاء، تقريبا في خلال 24 ساعة كان يوجد لديهم داخل كل مؤسسة من مؤسسات الدولة، سواء المدنية العسكرية الحكومة، كل مكتب لديهم يوجد لديهم مشرف. لو حصرت كل المشرفين داخل صنعاء فقط من عاجل الحارة مرورا إلى مكتب رئاسة الرئيس الجمهورية، أكثر من 25 ألف مشرف ثقافي أمني عسكري سياسي داخل مؤسسات الدولة. أي أننا أمام تخطيط مسبق وعد له، يعني وهذا ما أشرت إليه في بداية حديثك عبد الرب. أشكرك جزيلا. نعم. ونشرك معنا أيضا من مارب الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ يحيى الثلاثي. أهلا بك أستاذ يحيى. مساء الخير أخي. مساء النور. لماذا أصبح 21 سبتمبر يوم أسود في تاريخ اليمنيين؟ أولا عدنا إلى الوراء 4 سنوات التي كانت هذه المناسبة وهذه اللحظة الزمنية المشؤومة، لا أدرك اليمنيون أين كانوا وأين كانوا يعرفون وأين تتجه خياراتهم وأحلامهم وأين هم اليوم. ما حصل في 21 سبتمبر كان انتكاسة وطعن في خاطرة البلد كوطن وكمشروع دولة وكأحلام مستقبل. كانت طاعة غادرة وقاتلة أصابت على الدولة الوطنية الجمهورية التي تأسست قبل 51 عام من ذلك التاريخ أو 5 عام. وبالتالي عادت تلك الجماعة، عادت الجماعة التي قامت ضدها الجمهورية في 62 تصيب دورة اليمنيين أو جمهوريتهم في المقتل في الشهر ذاته وعلى بعد 5 أيام من ذكرى ثورتهم العجيدة. خلال 4 سنوات التي مرت منذ حدث مشؤوم وكارثي، أدرك اليمنيون لماذا كان هذا يوما أسودا، وأدرك اليمنيون حجم تفريطهم وحجم تفريطهم وعدم إدراكهم بالخطر الذي كان يتربط بهم، وكتائب فوج بدر و عفة البهوت تحاصر صنعاء جديد. وفيها كان مقدر صنعاء في حصار 70 يوما عام 67 و68 تنتصر في أمام ذلك الحصار الرهيب، إلا للأسف الشديد في عام 2014 لم تتمكن من الصبر. طيب أستاذ يحيى، تقول أن اليمنيين أدركوا حجم الخطر الذي يحيط ربما بجمهوريتهم وبدولتهم، لكن ربما هناك البعض من اليمنيين لم يدركوا هذا الخطر إلا متأخر، ربما احتاجوا الكثير من الوقت حتى يدركوا من بعد 21 سبتمبر 2014. برأيك لماذا؟ في الحقيقة منذ دخلت الجماعة الحوثية وكتائبها وسقطت الدولة في 21 سبتمبر، أدركت الغالبية الكبيرة عند اليمنيين، وندرك جميعا أن الغربية كانوا مخدوعين، لا يتوهمون أن هذه أن ذلك سيتم، كانوا يتوهمون أنهم فقراءات انخدعوا بخطاب الميليشيا وخطاب الإمام المزيف، انخدعوا بالوعود الكاذبة وبشعارات رغم أنها لم تكن براقة في الحقيقة، كانت شعارات مكشوفة لأمس متابع، لكن كل الذين خدعوا أو تساوبوا معها أو اندفعوا إليها في الحقيقة السياسي منذ دخولهم صنعاء، منذ دخول تلك الجماعة إلى صنعاء، حاصرت المؤسسات وأسقطت معسكراتها وحاصرت منزل رئيس الجمهورية منذ 21 سبتمبر وتحولت هي إلى أداة القوة والفضل في صنعاء، أدرك اليمنيون جميعا سواء أعلنوا أم لم يعلنوا، من أعلن أو من وقف أولا ضدها قبل أن تدخل كان له شرف الصدق والمبادرة، ومن وقف يومها في وجهها شجاعا كان له ايضا الموقف في حينه. اما حتى الذين انخلعوا بها او تساوبوا مع الاحتمالات التنكيديه وهنا يعني كشفهم الزمن واوردهم المصير الذي كانوا يحاولون التهرب منه وعلى دم الاعتراف به. في تقديري ان غالبيه اليمنيين منذ دخل الحديث الى صنعاء ادركوا اي كارثه وقعت فيها اليمن، ولا زالوا يجنون ثمراته تبعاته اليوم. هناك من دفع الثمن
وانتهى عن الدفع، وهناك من لا زال يدفع، وهناك من سيطال الثمن وسيحكم عليه بالتاريخ. طيب سؤال اخر استاذ يحيى، ونحن اليوم في الذكرى الرابعه لهذا الانقلاب، هل ما زال هناك امل قريب باستعاده الدوله وانهاء الانقلاب؟ ما تراكم خلال 4 سنوات من عمر هذا الانقلاب المشؤوم هو القناعة الكاملة لدى كل اليمنيين اليوم، إلا المقرر بهم من المستفيدين من هذا يعني، ولم يعد هناك مستفيد في الحقيقة إلا هذه العصابة السلالية الحاقدة على شعبنا والفاشلة. لكن كل اليمنيين تراكم لديهم مستوى الوجع، مستوى القهر، ومستوى الإدراك والوعي بخطورة هذه، ولا خيار اليمنيين ولا كرامة ولا استقرار إلا بعودة دولتهم وجمهوريتهم. أنجز اليمنيون خلال 4 سنوات مسنودين الدعم من التحالف العربي وقبل ذلك بإرادتهم وتصميمهم شوطا كبيرا في المعركة. أغلب البلاد من حيث الجغرافيا تحررت، من حيث المساحة الجغرافية تحررت، ويعني نقاط القوة اليوم أو نقاط التحكم فاصلة في البلد من حدود وبحرية وبرية، ومن يعني توازن جغرافي أو طبوغرافي من حيث الجبال والسهول أصبح في قبضة شرعية أو يتجه قبضتها. اليوم كل الشرعية موجودة في كل المقاليم التي توافق بين نوع تقسيم البلاد إليها، موجودة في حتى في محافظة صعدة، موجودة في الحديدة، موجودة على تخوم عمران، موجودة في محافظة صنعاء، موجودة في تعز، موجودة في مديرية البيضاء على القدم الزمر. يعني هناك تقدم جيد ويدرك اليمن كل يوم أكثر. أنا بشتغل مع البطشة إلى ما قبل الدولة أنه لا خيار لهم ولا كرامة ولا مستقبل ولا حياة حتى إلا بالدولتين. أنا العمر الذي قضيناه في يعني ونحن الإمام جاثم مع رسولنا ورسول من أبناء بن الحبيب وأحباء الزمن الذي مضى لن يكون أطول من الزمن القادم، لن يكون أطول من الزمن الذي مضى. وخلاص من اليمن إلا نستعيده وما تلقيه ما تلقيته اليمني والمكونات والشخصيات والسيارة من ضربات جعلت تستفيد وتستعيد وعيها تهيل بأن يعيد اليمنيين رشدهم ويكفوا إلى سبق ويحسموا بركتهم التي تستعيد دولته ويقرروا استثمار خيرهم وإخلاف الأخطاء التي حصلت في الفترة الماضية سواء بعد ثورة سبتمبر يعني في الوقت الجمهوري أو الإشكالات الكارثية التي أفقدت ثورة سبتمبر أهميتها مع منذ مطلع تحديد منذ تحديد الوحدة اليمنية أو منذ التفكير في الانحراف بالحكم الجمهوري وتحويله إلى المسار الذي كان ساعتين قبل الثورة، وكذلك التبلد الذي ساد القوة اليمنية القوة السياسية في الانتقام الحاصل مع ثورة 2011، كل تلك التراكمات أصبح اليمنيون اليوم أوعي أن الإمام تسلل منها وأنهم إن شاء الله لن يفيدون الكرة مرة ثانية وسيكون أكثر عين من ما لا خلاص لهم إلا لجمهوريتهم ودولتهم. شكرا لك أستاذ يحيى الثلاثي من مأرب. ولدينا اتصال من المملكة العربية السعودية الأخ هائل. هائل، وجهة نظرك ومشاركتك وتعليقك في الموضوع حول كيف أثر انقلاب ميليشيا الحوثي على حياة اليمنيين بشكل عام. طيب اوكي اخ هل تسمعني انت على الهواء الان؟ هل طيب نذهب لمشاركه او مشاهده بعض المشاركه التي وصلتنا من خلال الواتساب حول الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد القيم ناجي علي احمد، محافظه تعز. بالنسبة للحوثي هو مشروع سلالي طائفي دموي لا يعرف إلا لغة الحرب والدم والقتل والاقتتال. رفع شعار إسقاط القرعة فدخل العاصمة صنعاء بل وأسقط الدولة، لقد أسقط الدولة وقاد البلاد إلى حرب أكلت الأخضر واليابس، شتتت الناس وشتتت البلاد، فاستدعى ذلك إلى تدخل التحالف العربي. فعندما تدخل التحالف العربي تنصل عن بعض أهدافه
مما أدى إلى تدهور الحالة أو الجانب الاقتصادي للفرد المعيشي داخل المجتمع الواحد، حتى أصيب المجتمع بمجاعة حقيقية. ولذلك نأمل من التحالف العربي أن يعود إلى بعض أهدافه، حتى في بعض المناطق حسب ما وصلني أن بعض المناطق يتناولون أوراق الشجر من شدة الوضع الذي وصلون إليه. ولذلك نأمل من التحالف العربي أن يعود إلى رشده وأن يتقي الله عز وجل. مثل الانقلاب الحوثي في 21 سبتمبر 2014 اختراقا واضحا لما أجمع عليه اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني الذي ضم كل الأطراف السياسية على طاولة واحدة لمناقشة مستقبل البلد. أتى هذا الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران ليقضي على آمال اليمنيين في مستقبل آمن يسوده التشاركية السياسية في إدارة البلاد، وكذا مصادرة لكل ما هو جميل في هذا البلد. هذا الانقلاب خلق معاناة إنسانية نتيجة للحرب الدائرة التي فرضت على اليمنيين منذ ما يقارب 4 سنوات وسط تواطؤ دولي مع هذه العصابة التي حتى لم تلتزم بالقرارات الأممية التي صدرت تحت البند 7 اللي تلزمها بترك السلاح وتسليمه للدولة. أيضا أمام هذه الأحداث الحكومة اليمنية لا تضغط بالشكل الجدي على هذه الميليشيات وتوصل صوت الحقيقة إلى المنظمات الدولية بجرم وما تحدثه هذه الميليشيات بالمواطن اليمني من خراب ودمار، حتى أن العمليات العسكرية في معظم الجبهات متوقفة ولم تتحرك لنلمس تحرير جدي يقضي على هذه الميليشيا إلى الأبد أو يعيدها ويلزمها إلى أن تشارك في مفاوضات جدية تفضي إلى عملية سلام حقيقية برعاية الأمم المتحدة. طيب نعود لاتصال الأخ هال من المملكة العربية السعودية. أهلا بك هال مرة أخرى. أهلا هال، كيف أثر انقلاب ميليشيا الحوثي على حياة اليمنيين برأيك؟ سعد الله مساك أخي سامي وكل المشاهدين الكرام، والشكر الكبير لقناة بلقيس لطرق هذه المواضيع التي تهم البلد والوطن بشكل عام. 21 سبتمبر النكبة الكبيرة والنكبة التي ننتظرها على اليمنيين بشكل عام وعلى الوطن، وتعتبر نكبة على مستوى العالم بشكل عام. أولا نحيي كل الأبطال في كل الجبهات والرحمة والمغفرة لكل الشهداء في كل الجبهات، ونتمنى من الله عز وجل يفرج عن كل معتقلين الذين تنتلى بها. 21 سبتمبر النكبة الكبيرة والنكبة التي ننتظرها على اليمنيين بشكل عام وعلى الوطن، وتعتبر نكبة على مستوى العالم بشكل عام. أولا نحيي كل الأبطال في كل الجبهات والرحمة والمغفرة لكل الشهداء في كل الجبهات، ونتمنى من الله عز وجل يفرج عن كل معتقلين الذين تنتلى بها. 21 سبتمبر النكبة الكبيرة والنكبة التي ننتظرها على اليمنيين بشكل عام وعلى الوطن، وتعتبر نكبة على مستوى العالم بشكل عام. طيب باعتقادك ما هي أبرز أوجه المعاناة التي يعاني منها اليمنيين في ظل هذا الانقلاب المستمر منذ 4 سنوات؟ ونتمنى من الله عز وجل يفرج عن كل معتقلين الذين تنتلى بها. 21 سبتمبر النكبة الكبيرة والنكبة التي ننتظرها على اليمنيين بشكل عام وعلى الوطن وعلى. طيب هايل أن تعيد الكلام، هايل أن ربما للمرة الرابعة أن تعيد هذا الكلام، تسمعني هايل؟ نحيي كل الأبطال في كل الجبهات و الرحمة والمغفرة لكل الشهداء في كل الجبهات. طيب يبدو أنه في مشكلة بالتواصل مع الأخ هال، يعيد نفس الجملة. طيب اتصال آخر من مارب الشاية أو حسين من ألمانيا. أهلا بك يا حسين. مرحبا. أهلا بك أخ حسين، وجهة نظرك حول تأثيرات انقلاب ميليشيا الحوثي على حياة اليمنيين. عندما نقول أنه هناك تأثيرات على حياة اليمنيين جرى ما حدث خلال 4 سنوات، نحن نتحدث عن تأثير طفيف، لكن اللي حصل هو كارثة عملت على تدمير الحياة العامة بشكل كامل وشامل وتوقيف
كل شرائين الحياة التي تمكن الشعب اليمني أو المجتمع اليمني بكل طوائفه وبكل طبقاته من العيش بشكل مستقر وآمن من كل الجوانب، الأمن الغذائي، الأمن المعيشي، الأمن بكل نواحي. فما حصل في 21 سبتمبر لم يكن مجرد انقلاب، لم تكن مجرد حركة بسيطة. أخ حسين، حسين يبدو أنه فقدنا الاتصال بالأخ حسين من ألمانيا. اتصال آخر. طيب، إلى حين جهوز اتصال آخر نذهب لمشاهدة بعض المشاركات أيضا حول ذات الموضوع من خلال فيسبوك. مروان كامل، الحوثي سيحتفل بذكرى سيطرته على العاصمة صنعاء التي اجتاحها في العام 2014 بدعوى إسقاط جرعة الألف الزيادة في سعر دب البترول التي كانت ب 3500 ريال، انتصارا لما أسماه الفقراء والمظلومين وعجبهم من لم يجد قوت يومه، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه، وأن السكوت عن ذلك سندفع ثمنه من قوت أولادنا جميعا. ومنذ إسقاطه للبلد وقبضه على رقاب الناس إلى اليوم 4 أعوام ونحن بلا كهرباء ولا ماء ولا سلام من الحرب وبلا معاشات من عامين، والبترول وصل سعر بيعه لنا خلال هذا الأسبوع الذي يجهز فيه المناسبة 20,000 ريال، وسيحتفل ويتمخطر بهذا ولي الله كأني به يجول محتفيا برأسنا المقطوع على رمحه. سلطان يقول، في سبتمبر الأحرار عشنا أجمل قصة، دحر الإمامة أجمل منجز، حدث عظيم اهتزت له صحف التاريخ ويبشر به المستقبل الواعد. سبتمبر جاء بأجمل ما حصل وفي زمان آخر قد أرمى لنا معضلة، كيف للشهر أن يجمع فرحة وكربة في آن واحد، اجتمع ما تضاد في كل الزمن. 21 قد نفى كل ما حقق الخامس من بعده، هناك الأمل كان وكان الأمن أجمل. طيب أيضا يقول، كان هناك حرية للرأي وكانت هناك خطابات حرية تقال بلسان صادق شاجع، شاجع لا تخاف أي قمع وحل، بدل كل هذا ما هو بدل كل هذا ما هو أخذر وأوسخ وألعن ما في الحياة. طيب مشاركة أخرى، الأخ حسين يقول، بالمختصر صرنا بلا وطن، ماذا أن يكون الإنسان دون وطن. عمر يقول، يوم 21 يجب أن يكون رسميا يوم للنكبة في تاريخ اليمن، بعد التحرير يجب عمل صفارة إنذار في كل مدن يمنية يتم سماعها في مثل هذا اليوم، يدوي صداها إلى كل مواطن ليتذكر اليمنيون ما عملته الهاشمية السلالية السياسية في اليمن واليمنيون حتى لا ننسى. هذه آخر مشاركة. نائف يقول، مثل 21 من سبتمبر جانب مظلم في حياة اليمنيين وأظهر الوجه الآخر للإمامة بعد أن كانوا تخلصوا من هذا الكابوس، حيث مورس ضد المواطن اليمني الظلم والاضطهاد ما أثر بشكل سلبي في زعزعة الثقة بين أفراد المجتمع وجعل كل شخص مشغول بالبحث عن العيش والأمل لأهله، تفككت الروابط بشكل لا إرادي نتيجة حجم المعاناة والممارسات التعسفية، فلم تعد ترى وجود لأثر الفرح على محي الإنسان اليمني سوى نصف ابتسامة في وجوه الأطفال يسودها الحذر والترقب من المجهول. طيب لدينا اتصال من المملكة العربية السعودية، الأخ عبد السلام. أهلا بك عبد السلام. عبد السلام لو تسمعني من الهاتف. السلام عليكم. وعليكم السلام، اسمعني من الهاتف واخفض صوت التلفزيون. طيب كيف حالك الغالي، شو اخبارك؟ طيب الحمد لله. تعليقك مشاركتك في الموضوع حول تأثيرات انقلاب 21 سبتمبر على حياة اليمنيين. والله يا عزيزي انا بالنسبه لي التعليق، اول قبل كل شيء يعني انا اشكر قناه بلقيس، اشكر قناه بلقيس على كشف الحقائق التي لم تكشفها اي قنوات يمنيه. شكرا لك. طيب تمام. مشاركتك في الموضوع حول انقلاب الحادي والعشرين. الو اسمعك عبد السلام، تفضل. اخلا اخ العزيز الانقلاب،
عندي مشارك الله سعيد، عندي اسمي عبد السلام. عبد السلام طيب تفضل اسمعك. طيب طيب شكرا لك عبد السلام، يبدو انه في صدى في الصوت فلا تسمعني، شكرا لك. اتصال اخر من المملكه العربيه السعوديه الاخ عماد، اهلا بك عماد. اهلا اخي سامي، كيف الحال؟ الحمد لله. مشاركتك في الموضوع عماد تفضل. اتمنى انه يكون الصوت واضح ان شاء الله ما يقطع. عموما طبعا اخي نحن نقف الان على ذكرى ماساويه موجعه، صعود هذه الميليشيا للواقع اليمني. هذه الميليشيا التي جعلت من الوطن مجرد أطلال نبكي عليه لا أكثر ولا أقل. أرقام مهولة في الانتهاكات للمدنيين والصحفيين، تجنيد مؤثرين في مناطق ودعمهم ماديا، كل ذلك كان من أجل فقط إهلاك البنية التحتية وتدمير وطن. نزوح كمية مهولة من النازحين، من الناس الغلابة الذين لا حول لهم ولا قوة سوى أنهم واجهوا هذا الانقلاب ووقفوا في وجهه بصرامة وقالوا له تبا للسلالية، لا أريد منكم، لا تشكوها، اتركونا بحالنا. فكانت النتيجة مثل ما ترى أخي العزيز عن جهية مفرطة، تحول إلى درجه من التكبر والاستعباد والاذلال، تعذيب قسري، واكثر اكثر من 14,000 تقريبا، هذه احصائيه ذكرتها منظمه عالميه، من الذين قتلوا على الحوثي النسبه مهوله اخي سامي، لدرجه تجعلونا نقول ان ما فعلته هذه الميليشيا يتجاوز كل القوانين والاعراف الدينية والتاريخية والدولية بشكل هستيري. لذلك حينما نقول أن هذه الذكرى فعلا ذكرى مأساوية ومفجعة في تاريخ اليمن، فإننا نقول أننا كنا على حافة شيء كنا نريد أن نصل إليه، وفي الأخير ها نحن نعود القحقراء إلى الوراء بسبب سياستهم الزائفة، سياستهم التي حولوها إلى تجنيد للأطفال وتجنيد لكل من يعارضهم بالإجبار والإكراه. فنحن كل ما نتمناه من شعبنا العزيز حاليا وفي الوقت الراهن مجموعة مطالب هم يعرفونها، هم مدركون لها، وهي تكثيف الوعد بخطورة هذه الميليشيا، الوقوف فعليا وحرفيا في وجوه هذه السلالية المناطقية التي تحاول تدمير الوطن بشتى الوسائل. نريد منهم مزيدا من الوعي، نريد أن نفهم الذين لا يزالون واقفين على الحياد أو الذين يقفون معهم جنبا إلى جنب أن هؤلاء هم أعداء اليمن واليمنيين. نعم هم أعداء اليمن واليمنيين، ولا طرف آخر في هذه المسألة يكون عدوا لليمن واليمنيين سواهم. لذلك أنا أتمنى من 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 كثير من المثقفين والصحفيين وحتى وجهاء المناطق والبلدات والحارات وكذلك لا يدعموا هذه الميليشيا. الميليشيا يا عزيزي سامي تتوغل حتى في الحواري، تخيل تستقطب الرؤوس الكبيرة أو الحارات وغيرها من هؤلاء فقط لتدفع لهم مقابل أن يزجوا بالمزيد من الغلابة من المظلومين، فقط ليكونوا في الواجهة، ليكونوا في واجهة هذه الحرب التي هي محسومة أصلا أنها بإذن الله ستكون للحق وللمظلومين لا أكثر ولا أقل. أيضا أن نشدد وأن نقول أن الأمم المتحدة تتحمل كافة هذه القرارات الغبية التي لا تمت إلى الواقع بصلة، التقارير التي تصل من الحوثيين للمنظمات العالمية، التقارير المزيفة، التقارير التي تكتب بشكل يعني معروف وواضح للعيان أنها مزيفة ومزورة من أجل استكساب تعاطفهم تجاه المجتمع الدولي. نقول لهم قفوا بحق، هذه ميليشيات
عدوانية لا تريد اليمن سوى الخراب ولا غيره. طيب طيب سؤال أخير حول ما زال هناك أمل باستعادة الدولة بعد 4 سنوات من هذا الانقلاب والتضحية التي قدمت؟ صدقني أخي سامي أن البلد إلى إنفاج من أزمانها. هؤلاء الشرذم سيذهبون إلى الجحيم بإذن الله عز وجل. كمية النضج المجتمعي الحاصل حاليا أخي سامي كمية مهولة وكبيرة جدا جدا من كل أطياف المجتمع اليمني وأشكاله وألوانه. كمية وعي مهولة. كل المسألة تكمن فقط في قليل من التفكير، قليل من الفطنة، قليل من الترتيبات التي يخلقها الوعي فقط لا أكثر ولا أقل. القادم أشمل بإذن الله. هذه الميليشيات بإذن الله ستندحر قبل أن يكون اندحارها بالقوة، سيكون اندحارها بالوعي، بالوعي الذي يخلقه الكثيرون من الناس الذين يقفون بعزم وبشهامة وبرجولة في المدارس، في المواقع الصحفية، في القنوات، في كل مكان يمكن أن يقدموا فيه نصيحة في أن نقف في وجه هؤلاء الميليشيات. بإذن الله القادم أجمل. وهذه بإذن الله يعني دعوة خالصة لكل اليمنيين بأن يرفعوا أكفهم إلى السماء، وللرجال الذين على المدارس بأن يظلوا مثل ما هم عليه، ونحن سندعو لهم ليلا نهارا بإذن الله. لكل المجاهدين في المواقع الاجتماعية والسياسية وفي كل نوع الحياة سننتصر بإذن الله أخي سامي، والقادم جميل بإذن الله. شكرا لك عماد من المملكة العربية السعودية، وأيضا الشكر لكل من شارك معنا في هذه الحلقة من برنامج المنصة. في الختام تحية طاقم البرنامج، نلقاكم الأسبوع القادم وحلقة جديدة.